السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى بعض مختارات الصحف لهذا اليوم. نبدأها من صحيفة MCT International، حيث كتبت رودي روبن مقالا تحت عنوان الضغط على الأسد مطلوب لإيقاف المذبحة. قالت فيه: بدأ نظام الأسد بإلقاء البرامل المتفجرة التي تحتوي على مئات الكيلوغرامات من المتفجرات والمسامير على الأبنية السكنية، ما أسفر عن قتل مئات المدنيين وجرح مئات آخرين. وشرحت لي أسماء وهي ممرضة كانت تعمل في مناطق سيطرة الجيش الحر، فقالت: لا يتوفر عدد كاف من الأطباء والممرضات والمواد الطبية، وهم يعملون في أروقة ضيقة ويعمدون إلى بتر الأطراف المصابة من دون تخدير. وتبين أن الهدف الذي طاله القصف الجديد مدرسة، وكان معظم الضحايا من الأطفال. ولم يكن كل هذا الذي يحدث يمثل مفاجأة بالنسبة لي، فلقد كانت حرب الأسد ضد شعبه هي حربا ضد الأبرياء والمدنيين، وهي أضخم مأساة في القرن الحادي والعشرين. وتجاوزت شناعة الجرائم التي ترتكبها بعض الفصائل المؤيدة للأسد تلك التي ارتكبت في دارفور والبوسنة. وبالرغم من كل ذلك، فشل المجتمع الدولي في الاتفاق على اتخاذ أي موقف يمكنه أن يخفف أو ينهي هذه الجرائم المروعة، وما فتئت إدارة أوباما تساعد الأسد على الاستمرار في مذابحه ضد المدنيين من دون أن تدري، ولا بد لهذا الموقف أن يتغير. ويعتمد الأسد على القصف بالطائرات والمدفعية الثقيلة كأسلحة مختارة لترهيب وترحيل سكان المناطق التي تقع تحت سيطرة الثوار. وكان قرار أوباما بإلغاء الضربة الجوية ضد المواقع العسكرية للنظام السوري مقابل تدمير أسلحته الكيماوية قد أعطى الأسد الضوء الأخضر لذبح المدنيين بطرق ووسائل أخرى. وختمت الكاتبة بالقول: وهذه الحرب التي تدور رحاها في سوريا تتعلق بدكتاتور يمكن أن يفعل أي شيء حتى يبقى في السلطة، وهو الذي تسبب بأزمة إنسانية مهولة تهدد المنطقة كلها بالتوتر. وكان للعنف الذي مارسه الأسد أن يشجع على ظهور الإسلام المتطرف الذي يهدد الشرق الأوسط برمته والغرب أيضا. أما جريدة الحياة فقد كتب ولدي شقير مقالا تحت عنوان محاربة الإرهاب بدماء السوريين. قال فيه: لا تحسد المعارضة السورية على الموقع الذي وضعت فيه قبل زهاء 3 أسابيع من عقد مؤتمر جنيف 2، فالأشهر الماضية حبلت بكل الخطوات التي تمكن النظام السوري من أن يصمد في مواجهتها بسبب تشرذمها والتقنين، ليس فقط في مدها بالمساعدات العسكرية بل في إعانتها حتى بالمساعدات الإنسانية أيضا. في حالة سوريا استظلت القوى الدولية بالتعقيدات الكثيرة والمتوالدة من أجل إطالة أمد الأزمة، وصولا إلى تقديم حجة أولوية محاربة الإرهاب التكفيري على أي موضوع آخر، متعامية عن أن إطالة أمد الأزمة والحرب الأهلية هي التي أتت بالتكفيريين، ومتغاضية عن أن النظام نفسه سهل تصدر هؤلاء التكفيريين الأحداث بعد أن أفرج عن قادتهم من السجون، وساعده في ذلك الحكم العراقي بإطلاقه سراح آخرين من سجونه أيضا. بل إن واشنطن وموسكو تستغبيان العقول عندما تتوافقان على أولوية محاربة هؤلاء، وحين تتجاهلان أن قوات بشار الأسد تخوض معظم معاركها العسكرية وتستخدم برامل البارود والطيران وحتى السلاح الكيماوي حين استخدمته في آب أغسطس الماضي ضد المناطق التي تسيطر عليها تشكيلات عسكرية معارضة من غير القوى التكفيرية. تدرك واشنطن وموسكو أن القاعدة القائلة بأن لا المعارضة ولا النظام قادران على حسم الوضع العسكري لمصلحته هي من اختراع التوافق القائم بينهما على إطالة أمد الأزمة الأولى بهدف استنزاف القوى الإسلامية الأصولية ولضمان موقعها ونفوذها الإقليمي انطلاقا من سوريا، والثانية لاستنزاف الأصوليين والقاعدة وأخواتها وحزب الله وإيران في الميدان العسكري السوري. مشهد براميل البارود التي تنهمر على حلب وغيرها منذ 3 أسابيع يؤشر إلى أن عدد الضحايا الذين سيسقطون سيفوق عدد الذين سقطوا بالسلاح الكيماوي في آب الماضي بكثير،
وأن المطلوب من السوريين أن يأتوا إلى جنيف 2 تحضيراً لجنيف 3، لعل التسوية الأمريكية الإيرانية تكون قد بدأت ملامحها تظهر، ولعل نتائج الانفتاح الروسي السعودي قد تكون أثمرت. مشاهدينا الكرام، كتب فيصل قاسم مقالا في صحيفة القدس العربي تحت عنوان لماذا يقع طواغيتنا في الحفرة نفسها مرات ومرات. قال فيه مهما كانت الحلول الأمنية ناجعة فإن مفعولها لن يدوم طويلا، فإن استطاعت بعض الأنظمة أن تقمع خصومها بالإرهاب والحديد والنار فهذا لا يعني أنها قضت عليهم إلى غير رجعة، فربما ربحت معركة ولكنها لم تكسب حربا. فمن المعلوم أن الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد لجأ إلى أقصى أنواع القوة والوحشية لسحق خصومه من الإسلاميين في ثمانينيات القرن الماضي في مذبحة مدينة حما سيئة الصيت التي راح ضحيتها الآلاف، ناهيك عن الدمار الرهيب الذي حل بالمدينة وغيرها من المدن السورية التي ثارت على النظام آنذاك. وقد عاش النظام الحاكم بلا منغصات أو معارضات قوية لأكثر من 30 عاما، لم يستطع السوريون خلالها أن يفتحوا أفواههم إلا عند طبيب الأسنان، لا بل إن سكان حما نفسها لم يتمكنوا خلال تلك الفترة من أن يهمسوا بما حصل لهم على أيدي النظام من مجازر فاشية بكل المقاييس خوفا من المقصلة. ليت من يحاولون أن يعبدوا طريقهم إلى السلطة في مصر وسوريا والعراق بالدمار والدماء أن ينظروا إلى مقولة ماركس جيدا ليروا أنهم دخلوا فعلا في مهزلة حقيقية لا تخطئها عين، ولا بد لهم أن يعلموا أن التجربتين الجزائرية والسورية كانتا فاشلتين بامتياز ومهدتا لما نراه الآن في سوريا من كارثة لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث ولا حتى القديم. فجماعة الإخوان المسلمين التي حاربها حافظ الأسد في مدينة حما تبدو الآن حملاً وديعاً بالمقارنة مع الجماعات الجديدة التي تواجه بشار الأسد ونور المالكي وربما السيسي لاحقاً في مصر. إن تكرار الأخطاء الفاحشة التي اقترفتها بعض الدول في سحق الجماعات المعارضة والعواقب الوخيمة التي تمخضت عنها تجعلنا نتساءل، هل هناك خطة مبرمجة كي لا نقول مؤامرة مفضوحة على أوطاننا بين الدكتاتوريات الحاكمة وكفلائها في الخارج لتحويل بلادنا إلى دول فاشلة وصوملتها وأفغنتها وجعلها أرضا يبابا لا تقوم لها قائمة لعقود وعقود؟ أم إن طواغيتنا لم يصلوا بعد إلى مرتبة الحمير؟ من المعروف أن الحمير تتجنب الحفر التي وقعت فيها من قبل، بينما يقع طغاتنا في نفس الحفر التي سقط فيها أسلافهم. يا لذكاء الحمير. مشاهدينا الكرام، كتب عارف زيدان مقالا في جريدة حبر تحت عنوان الدعم الخارجي مع الثورة أم عليها. قال فيه نفرح كثيرا عند ورود الدعم الخارجي ونحب ونقدس الدول التي تدعمنا، ولكن هل تساءل السوريون عن الآثار السلبية للدعم الخارجي؟ وهل سألوا أنفسهم لماذا تدعمنا دول كانت تحتلنا سابقا؟ ولماذا لا تقوم الدول بإسقاط نظام الأسد بطريقة سريعة كما فعلت في ليبيا؟ ولماذا تقدم مبالغ تتجاوز ما سيكلفها لو أسقطت النظام بسيناريو مشابه لسيناريو ليبيا؟ الدعم الخارجي يضر الثورة والشعب، فسلبياته قد تكون أكثر من إيجابياته، فقد أدى إلى أولاً صرف الناس عن القتال والجهاد وخلق أمور جديدة تشغل الشباب، ثانياً عدم الوحدة ورص الصفوف فكل مجموعة تتبع الدعم أو الجهة الداعمة، ثالثاً خلط الأمور وعدم وجود قيادة موحدة تأخذ قرارات مصيرية حاسمة، رابعاً جر بعض القوى الثورية والكتائب للفساد المالي إذ لا يوجد رقيب على الدعم المقدم، خامساً إظهار ضعف المعارضة أمام العالم وإظهار بشار بصورة القوي المتماسك،
فعلى سبيل المثال للحصر سوف نذكر الهيئات والمراكز الإعلامية والقضائية والشرطة والجمعيات الخيرية حتى يعرف الشعب السوري ماذا يحدث ومن يفرق الشعب بقوة المال والدعم. هيئات تم تشكيلها بدعم خارجي ضد الوحدة ولتفرقة الناس، فحتى رجال الدين خدعوا إذ نجد هيئات دينية متفرقة ومشتتة. ما إذا نظرنا إلى فوائد ومضار الدعم الخارجي والتمويل وقوة المال وشراء الأنفس وغيرها، لعرفنا بسهولة أنها عبارة عن أنظمة مخابرات وبرامج سيطرة ومد نفوذ من خلال الادعاء بمساعدة شعب مظلوم مقهور. يدعون المساعدة والإغاثة والعون الطبي وإقرار الأمن وتثبيت سلطة القضاء وغيرها. وهنا نذكر المقولة القديمة: كلام حق يراد به باطل. مشاهدينا الكرام، كتب عبد الإله المجيد مقالا في صحيفة إيلاف تحت عنوان الأسد يبتز المعظمية بالغذاء، قال فيه: أجبر أهالي معظمية الشام على رفع علم النظام السوري مقابل إيصال مواد غذائية إلى البلدة المحاصرة في عملية ابتزازية هدفها النيل من معنويات مقاتلي المعارضة والأهالي. قال سكان معظمية الشام أنهم مضطرون لتجرع صفقة الهدنة المهينة مع النظام السوري، فبلدتهم الواقعة غرب دمشق تتعرض منذ عام تقريبا للقصف والتجويع بتطويقها بحواجز تفتيش أقامها النظام حول البلدة تمنع دخول الأغذية والماء الصالح لاستهلاك البشري والوقود. وحاول النظام بهذه الإجراءات اللا إنسانية الضغط على الأهالي لإخراج مقاتلي المعارضة من البلدة. وقال ناشطون إن امرأتين وأربعة أطفال على الأقل قضوا حتى أيلول سبتمبر الماضي بعد إصابتهم بأمراض ناجمة عن الجوع. اشترط النظام مقابل السماح بدخول مواد غذائية إلى البلدة أن يسلم المقاتلون أسلحتهم الثقيلة وألا يبقى في معظمية الشام إلى السكان المسجلون في مناورة تهدف إلى إضعاف قوة المقاتلين العددية. وقال ناشط في معظمية الشام قدم نفسه باسم أحمد: نشعر بالحزن في داخلنا لكننا رفعنا علم النظام لأن أحدا لم يساعدنا ولم يمد يده لنا. ونقلت صحيفة ديلي تيليغراف عن أحمد قوله إن سكان معظمية الشام مستعدون لإنقاذ الأطفال الجياع إذ ليس هناك خبز في معظمية الشام منذ 3 أشهر وليس هناك حبة رز واحدة. وقال عضو مجلس المعظمية قصي زكريا إن الاتفاق الذي توصلت إليه البلدة مع النظام يسمح بدخول كمية محدودة من الأغذية يوميا بحيث يستطيع النظام أن يعيد فرض حصاره عليها في أي وقت. كانت هدنة مماثلة في خريف العام أتاحت لنحو 5000 مدني من أهالي المعظمية أن يغادروا البلدة. وقال الائتلاف الوطني لقوى المعارضة إن الاتفاق الجديد يؤكد أن نظام الأسد يستخدم الغذاء كأداة في الحرب. وشهد علم النظام الذي يرتبط بسلطة البعث ونظام أسرة الأسد الحاكمة مرفوعا فوق خزان الماء في معظمية الشام. وكان مقاتلو المعارضة سيطروا على طوق من البلدات في ريف العاصمة وأصبحت مواقعهم في هذه البلدات جبهة رئيسية في الحرب المستعرة منذ نحو 3 سنوات. ولعل خطوة النظام في المعظمية وإجبار أهلها على رفع علمه تهدف إلى تعزيز مواقعه قبل مؤتمر جنيف 2 المقرر عقده في كانون 2 يناير المقبل. وبالانتقال إلى موقع حبرلار الإلكتروني الذي نشر تقريرا عن نشاطات شركات سورية في مدينة مرسين التركية، جاء فيه: بدأت العديد من الشركات السورية ممارسة نشاطاتها التجارية في تركيا وذلك بعد توقف أعمالها في سوريا بسبب الحرب الدائرة هناك. وفي هذا الخصوص أوضح إدوار موم المدير العام للمنطقة الصناعية الحرة في مدينة مرسين المطلة على البحر الأبيض المتوسط جنوب تركيا أن 16 شركة سورية حصلت على رخصة تجارية لممارسة نشاطاتها داخل المنطقة الحرة في المدينة، مشيرا إلى أن بعض هذه الشركات ستبدأ فورا بتشغيل مصانعها في حين أجلت الشركات الأخرى عملها لمطلع العام المقبل. وأكد موم على أن اختيار الشركات السورية للمنطقة الصناعية الحرة في مرسين يعود إلى قربها من الأراضي السورية وبسبب وجودها في موقع استراتيجي إلى جانب الميناء مما يسهل على التجار تصدير منتجاتهم دون تأخير في عمليات الشحن.
ولفت موم إلى أن عدد الشركات العاملة في المنطقة الحرة في مرسين وصل بعد 25 عاما من تأسيسها إلى 350 شركة محلية و89 أجنبية، ملمحا إلى أن هذه المنطقة تصدر 682 منتجا إلى 158 بلدا حول العالم. مشاهدينا الكرام، وبالانتقال إلى وكالة أنباء الأناضول التي نشرت تقريرا عن البراميل المتفجرة والتي يلقيها النظام، وذلك من خلال لقائها مع النقيب عمار الواوي. أوضح الواوي أن النظام يستخدم المواد المتفجرة من TNT والديناميت بحسب حجم البراميل، لافتا إلى أن هناك خبراء في مركز الدراسات والبحوث العلمية في منطقة مصياف تصنع فيها البراميل، وتضم ضباطا يشرف عليهم خبراء إيرانيون. ومضى الواوي قائلا: البراميل عدة أنواع، منها براميل صغيرة تزن 150 كيلو جراما وتتدرج لتصل إلى طن كامل، موضحا أن هناك صورا تثبت كيف يتم تثبيت هذه الحاويات بالسلاسل على المروحيات، وهناك صور أخرى لبراميل تشعل بالفتيل ويتم رميها بدون تحديد أي هدف لها. وفي نفس السياق أشار الواوي إلى أن هذه البراميل تصنع من مادة TNT وتتكون من الديناميت أيضا، فضلا عن اعتماده على ما يفيض من عبوات وذخائر متفجرة ونفط، ويوضع في البراميل أيضا قطع من الحديد والخردة والمسامير لكي تغطي أكبر ضرر أثناء الانفجار. وأكد أيضا أن البراميل المتفجرة يتم صنعها من خزانات تسخين مياه الحمامات، منها القديم ومنها الجديد، وهناك البراميل التقليدية المستخدمة للزيت والنفط والبترول. وأضاف بأن البراميل المتفجرة هي مرفوضة بالقانون الدولي وفق معايير الحروب بين الدول، لأنها سلاح يعطي تفجيرا كبيرا بدون تحديد الأهداف، وهو ليس سلاحا متطورا يعطي هدفا محددا، مؤكدا أن الثوار لا يستطيعون مواجهتها لأنها لا تسقط على الثوار، وإنما تسقط على المدنيين والبيوت الآهلة بالسكان، فضلا أنها لا تسقط في الجبهات بل في الأحياء لقتل أكبر عدد من المدنيين. وتابع موضحا أن هذه البراميل استخدمت في الحرب العالمية الأولى عندما لم تكن هناك صواريخ ذكية وغيرها، وهذه البراميل محرمة دوليا لأنها سلاح لا يستطيع من يرميه تحديد الأهداف بدقة، كما أنها تعطي تدميرا لأكثر من هدف، والقانون الدولي ينص على تدمير الهدف فقط، وعندما يكون أكبر من ذلك فلا يجوز، بمعنى أنه من أجل قتل جندي واحد لا يجوز قتل 100 مدني، وهذا تصرف مرفوض دوليا. أما وكالة أنباء أكيل إيطالية التي نشرت خبرا عن مؤتمر جنيف بعنوان وفد مختلط لجنيف 2 برئاسة الائتلاف ولا مفاوضات مباشرة مع وفد النظام، جاء فيه: أفادت مصادر قيادية في ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية بأنه لم يتم بعد إقرار طبيعة الوفد المشارك في مؤتمر جنيف 2، ولكنها أشارت إلى أن الفرضية الأكثر تداولاً هي أن يمثل الوفد المعارضة الوطنية السورية وأن يكون برئاسة الائتلاف، ويضم ثلاثة وفود، أحدها للتفاوض وآخر استشاري سياسي والثالث حقوقي. وقالت المصادر لوكالة أكيل إيطاليا للأنباء: حتى الآن لم يتم إقرار مبدأ المشاركة بمبدأ مؤتمر جنيف 2 بشكل نهائي، وسيتم إقرار المبدأ في اجتماع الهيئة العامة مطلع الشهر المقبل، لكن أكثر الأفكار جدية هي أن يضم الوفد التفاوضي 9 شخصيات تمثل المعارضة السورية، تكون برئاسة شخصية من الائتلاف يسانده في غرف خلفية، وفد استشاري سياسي من 9 شخصيات أخرى، وفد حقوقي تكنوقراط من 9 شخصيات حسب قولها. وأضافت المصادر: بكل الأحوال لن يكون هناك مفاوضات مباشرة مع وفد النظام، فكل من وفد المعارضة ووفد النظام سيكون في قاعة منفصلة، وسيتولى المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي توصيل الرسائل التفاوضية بين الطرفين وفق تأكيدها. وأوضحت أن هناك نية لأن يضم كل وفد من هذه الوفود الثلاثة ممثلين عن التيارات السياسية السورية المعارضة الرئيسية في الداخل والخارج وشخصيات معارضة مستقلة، ولن يحتكر الائتلاف التمثيل على حد وصفها. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم، شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.